متابعي قناة منى، كرحب بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بلا شك عرفتوني انا فين كاينه ملي كنزلزل ذهوبات، فاكيد انا كاينه عند خويا زهير من مجوهرة رؤى، المحل الخاص ببيع الذهب 18 كاره، المحل اللي كاين في قصرية الزموري في شارع عبد المؤمن درب غلف في مدينة الدار البيضاء، اللي دائما كنصور لكم عنده جديد الذهب. قبل ما نبدا لا فيديو كنبغي نقول لكم عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم عيد الاضحى المبارك بالصحة وبالسلامة وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم كيف ما قلت لكم خويا زهير موجد لكم جديد روعه من الموديلات اللي كتجي هكا خفيفه لايت فوالو، الثمن ديالها كيكون جد جد مناسب. الموديلات اللي كتجي صراحه شي حاجه زوينه، لي براسلي شوفوا معايا شي حاجه رائعه ديال المناسبات، لي براسلي ممكن تلبسوهم كل نهار، الاثمنه جد مناسبه. تخيلوا معايا ابتداء من 2000 درهم، بحال دابا هذا الموديل هذا ديال الكلو ها نتوما من 2000 درهم، من 40000 ريال. كنذكر دائما الذهب 18 كاره. بالنسبه لخويا زهير كيدير ارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب، يعني اي حاجه عجباتكم شفتوها في هذا الفيديو هذه يكفي فقط انكم تصوروا الموديل اللي عجبكم جوج ثلاثه اللي بغيتوا وكترسلوا لرقم استقبال الطلبات. راه كنحط لكم جوج ديال الارقام غتلقاهم على الشاشه، وايضا غنحط لكم لاباج انستغرام وحتى القناه ديال خويا زهير كنحطها لكم دائما حتى في صندوق الوصف على التعاليق فين كيصور لكم الجديد والهميزات. وما نزيدش نطول عليكم، غيكون فيديو ممتع وكله هميزات وبرومو كيف ما عودنا خويا زهير. ما تنساوناش مره اخرى غير من لاجام ومن البارطاج، ونبداو على بركه الله. غادي نبدا لكم على بركه الله بلي موديل ديال لي كوردون دو ما، شي حاجه زوينه صيفيه، الوينات كيحمقوا وشكيلات مختلفين. هاد المره خويا زهير ابدع، الوينات عنده يا سلام. غنبدا لكم بهذا الموديل الاول، هذا شوفوا معايا في لو غوز، ديما كنقيس لكم غير الوينات نوار غوج، هذا غوز البنات. شوفوا كيفاش كيجدير، فيه 10 ديال الكرات ديال الذهب، وكيف ما كيبان لكم فيه اللوينات، يعني مثلا كاين فيه الشويبي لوينات صيفيين. شوفوا البنات الصفيفر ديالو، كاين فيها البنات هاد الغوز اللي بحال اللي دايره انا كي قلت لكم في ايديا، كاين فيه لو فيغ، وكاين فيه واحد لا كولور عجباتني بحال اللي كنا كنديرو فاش كنا صغار اللي كيجي ملتي كولور. هانتوما هادو كلهم ياك اخويا زهير 200 درهم 4000 ريال كلهم الثمن ديالهم. هانتوما باش نوريكم الكرات ديال الذهب اللي غنزومي، هانتوما كيبقاو ب 200 درهم 4000 ريال. غنبقاو دائما في 4000 ريال. كاين هاد لو موديل واش ماشي كيحمق، كتجي فيها البنات بحال جهره هنايا، شفتوا بحال ياك بحال ديك اللي كتكون في البحر تقريبا، بحال فال بحال كوكياجا، وهنا كيجي فيها الجوهر مع لي بول ديال الذهب. شو يعني واحد جوج ثلاثه هنا اربعه من هنا و أربعة من هنا، كيجيو فيها 8، شتو عاد الجوهر كيجي كيحمق حتى هو في اللبيسه. انا غنحاول نلبس لكم واحد لو موديل، بقاو معايا. وهنا البنات قولي كي جاكم هذا الشيء، كي جاكم هذا الابداع، لي كوردون دو ما كلهم غيبقاو لكم 200 درهم 200 درهم، وشكيلات هانتوما خمسه ديال الشكيلات. هذا هو الشكل الاول اللي كان في اللوينات، راه وريتهم لكم كاملين. كاين الشكل الثاني دائما 10 ديال لي بول ديال الذهب اولا الكويرات ديال الذهب، ولكن هنا في بلاصه هذا الكوردون هذا كاين بحال الجوهر كيف ما كيبان لكم، غنوريكم توا فيه اللوينات. كاين هذا لو موديل هذا اللي فيه بحال الجوهر في الابيض، وهنا دائما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني 10 ديال لي بول ديال الذهب وتا هو فيه اللوينات. وكاين هذا الموديل اللي قلت لكم بحال ديال الكوكياجا، شوفوا معايا حتى هو فيه لو ميكس ديال لي بول ديال الذهب مع الجوهر وهذا الكوكياجا. وعاد كاين هذا ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، فيه لي بول ديال الذهب مع هذوك الحجيرات مزرولين بحال حتى هما ذهبيين مرخمين بهذا المعنى، شفتوا يعني تبارك الله عندكم خمسه ديال الشكيلات وكل شكل باللوينات ديالو. غنوريكم دابا اللوينات، مثلا هذا ديال الجوهر شوفوا اللوينات مازال لي فيه، ها انتم كاين هاد اللوينات، كاين هاد اللوينات هادو ما شاء الله شو شحال زوينين رائعين. ديروا لي كابتور ديكرون الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب. ها نتوما شوفوا معايا هاد اللوينات، شوفوا هادو كلهم فيهم هنا كرات ديال الذهب وهادو جوهر. شوفوا هاد المارون، شوفوا هاد المارون، شوفوا لو موف، يعني اللوينات روعه و 4000 ريال فقط. ما تنساوناش من جامو بارطاج، لان خويا زهير يبدع ويجتهد وكل مره كيجيب لكم الجديد، باش كل سيده رغم الموجه ديال الغلاء ديال كلشي كلشي ولا غالي كيحاول يتقاتل ويدير لكم الذهب بثمن مناسب. شوفوا معايا تاني هادي ديال الكوكياجا، شوفوا 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 اللوينات اللي فيها الاخضر فيها الاحمر، شوفوا البنات لهادي وحده اخرى ها
هانتوما يعني تقريبا، ولا تقدر دير مثلا شي لون سيغ كوموند ياك، يقدر يكون شي لون سيغ كوموند. هانتوما شوفوا هذه كي صدقات، سنوريكم هذه هي كاينه غير وحيده، جاو هاد لي بول ديال الدب جاو فوسط الكوكياج، جات روعه وقادها بهذاك الشكل كتحمق، كاينه ما فيهاش الدفعه وحيده. هانتوما شكيله تاعهم انيقين، الثمن 4000 ريال البنات، واش الابداع ولا ماشي الابداع؟ 4000 ريال فقط، شتو كيفاش كيجيو دايرين؟ ديروا لنا لاجيم والبارطاج. فوالا كاين ايضا هذا لو موديل اللي وريتكم هذا في لوينات حتى هو، من باش ما نطولش عليكم، يعني مثلا اي لون في هذا الموديلات هذا ممكن يصاوبوا لكم ياك اخويا سهيل، فوالا وكلهم كيبقاو بالثمن ديال 200 درهم. اختيمون بحال دابا هذا ديال الجور شحال الثمن في هذه البونيه؟ بحال دابا اللون هنا ما كياثرش تقريبا، ما كيبانش. اه ما كيبانش. شفتو هانتوما البونيه هي اللي كتبان، حيت هذه جات غالبه فوالا، شفتو كتبقى ب 4000 ريال. الرقم ديال استقبال الطلبات على الشاشه فوالا، والارسال في جميع مدن المغرب، وخويا زهير كيحل طوال ايام الاسبوع باستثناء يوم الجمعه. غنبقاو دائما في الجديد يوجد لكم خويا زهير. كاين هذا العود، هذا العود كيف ما كيبان لكم بالبوندونتيف ديال الذهب، في جوج تشكيلات، كاين هذا اللي مثلا اغلبيه السيدات دابا عندهم ديجا سنيسله في الدار، فوالا اللي بغات خيط راه كنصيبو لها كومون، فوالا اللي بغات في الخيط صح. دابا مثلا عندك هذا كتجي مثلا بغيتي ديري فيه الخيط ويجي بحال ستيل شوكر ولا بحال سنيسله طويله، كيصاوبوا لك فابور، يعني كيركب لك الخيط هنا فابور وديك الساعه يصاوبوا لك. عندك السنيسله ديالك كتجي كتركبي فيها غير السنيسله ديالك وتديها ديال الذهب فنه. هذا البنات كيجي كيجي طرف ديال العود كيف ما كيبان لكم، بلو بوندونتيف ديال اي شكل بغيتو، انا غنوريكم الشكلات اللي متوفرين بهذه العلاقه هذه، هذه العلاقه تاهي ديال الذهب. هذا كيبقى الثمن 350 درهم، 300 300 300 درهم عفوا 300 درهم. شفتوا يعني الثمنه كتبقى جد مناسبه، راه كتلاحظوا ان لو بوندونتيف كبير. كاين مثلا هاد الزواقه هادي، كاين مثلا هادي ما شاء الله فوالا، كاينه هادي مثلا امي الغاليه، ندير لكم هكا على حسب الضو باش يبان لكم. شفتوا يعني الوي شكيلات عفوا مختلفين، كيبقاو ب 300 درهم. ولا بغيتي الخيط كيركبوا لك فابور غاتوي هديه من المحل. وعاد كاين واحد لو موديل اللي تا هو كيجي بحال ستيل كوردون دو ما، هذا هو اللي ب 350 فوالا، كيجي بحال هكا فيه هنا طريفات ديال العود فوالا، وهنايا تا هو الا بغيتي فيه تا هو بوندونتيف، بغيتي فيه مثلا امي، بغيتي فيه ما شاء الله، والثمن ديالو كيبقى ب 350 درهم. كيف ما قلت لكم الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب، صوروا الموديل اللي عجبكم ورسلوا للرقم اللي كتلقاو دائما على الشاشه. غنبقاو دائما مستمرين في الجديد. جاب لكم خويا زهير هذه المره دي غورميت ا بيتي بري، واللي عجبني ان السنيسله صحيحه ولو بوندونتيف كبير، يعني تبارك الله ما شاء الله، وبثمن جد مناسب اللي هو 750 درهم. انا كيف ما كيبان لكم درت لكم جوج ديال الشكيلات ديال بابيون وديال الخميسه، 750 درهم. شوفوا معايا الروعه، الروعه والابداع، شوفوا معايا كيحمق. ديروا البنات لي كابتور ديكرون، 750 درهم. سمحي لي قاطعتك، هذا بحال هذا الشيء اللي كنديروا فيه دابا، بحال هكا كتجي شي وحده كتقول لك واش باقي هذا، كنقول لها انا ما كنعاودوش الموديل فوالا، قليل شي موديل هادو هميزات هميزات. اش كنقول لكم سريعوا هذيك الكورميطه ديال ديك الخطره، قلت لهم راه ما بقاوش، كنمشيو للمعمل الناس ما كيعاودوش يصايبوا، ولكن باش كتعجبني اخويا زهير ان حتى السيده ما خصو يبقى فيها الحي، حيت كل مره كتبدع يعني مثلا ما خداتش هذه المره كيجي ثاني الفيديو الجاي كيبانوا موديلات ثاني وحدين اخرين كتقدر تريكوبيري بيهم، ما يبقاش فيها الحال وعاطيه كتبان. يعني مثلا هانتوما غنوريكم بحال هكا، مثلا انا دايرها بوحدها في يدي، هانتوما شوفوا يعني كتشوف دابا يدي حجم غيال، شوفي كي كتبان، ها هي بابيون بوحدها 750 درهم، 15000 ريال، ذهب 18 كارو. شفتوا البنات رائعه، والموديلات كيف ما قلت لكم كاينين بزاف ديال الشكيلات، كيبقى السيده الاختيار. كاين ديال التاج، الخميسه راه فيها جوج تشكيل غنوريها لكم، البابيون كاين هاد البابيون حتى هي شتو، كاين الكوغ، كاين التاج حتى هو جوج تشكال، كاين الخميسه من غير هذه اللي دايره انا في يدي، وكاين هذا الشكل الثالث اللي كيجي بحال الدق، شوف شحال زوينين، 750 درهم. مره اخرى ديروا لي كابتور ديكرون، الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب، والناس اللي قراب القصريه الزموري جيو عند خويا زهير من مجوهرات رؤى وتخيروا على خاطركم، ما تجيوش فقط غير نهار الجمعه. ودائما في لي غورميت من 750 غندوزو دابا ل 800 درهم. شوفوا معايا هذا الموديل ديال 800 درهم كيفاش كيجي داير، موديل انيق جدا، كيجي سامبل كيف ما كيبان لكم. ها انتم شوفوا غير الخميسه عجبتني، شوفوا غير الخميسه كي دايره الخميسه ديالو فوالا، وفي هكا لي بول في الابيض والصفر، شوف شحال زوينين. كاين هذا الموديل، هذا كاين هذا لو موديل حتى
هو شوفوا كيفاش كيدير موديلات اللي هي ناعمه زوينه بزاف ديال كل نهار. وكاين هذا الموديل كيبقاو ب 800 درهم، يعني 800 درهم 800 درهم دائما في لي غورمي. شوفوا معايا ثاني هذا الموديل، الا لاحظتوا البنات شوفوا كيفاش كتجي الحجيره ديالو ديال كارتيي، كيحمق موديل انيق جدا، يعني كيجي بحال لا دومي براسلي، نص براسلي ونص نسله. هذا الثمن ديالو 1500 درهم. شوفوا الديزاين ديالو شحال كيجي انيق في لذيذه. موديلات الموديل اللي ممكن تلبسيه كل نهار، انيق جدا كيف ما كيبان لكم، دومي براسلي دومي غورميت 1500 درهم. كاين ايضا واحد الموديل اخر، هذا ديال جلوي قلتي لي 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. شوفوا كيفاش كيجي داير، شفتوا انا غادي لكم على حساب لي بيجي، من رخيص للغالي وحنا طالعين. شوفوا 24000 ريال 1200 درهم. كاين البنات ثاني هاد لو موديل الثمن ديالو 1700 درهم، 1700 كيجي بحال فيه الخريشيشات، ها نتوما 1700 درهم ديرو البنات لي كابتور ديكرون، ها نتوما شوفوا من بعد باش كيبان لكم كيفاش كيجي في الايد. وكاين ايضا هاد لو موديل هذا اللي كيشبه ليه شويه، هذا الثمن ديالو 1650، 1650 درهم، حتى هو بحال الشكل ديال الخريشيشات 1650 درهم. كاين موديلات بزاف صراحه بحالو صح ليا، بحالو ديال السويريت كيف ما كيبان ليكم. كاين هذا ديال نجيمات تقريبا شحال 1000 درهم، هاي دابا 1000 درهم 20000 ريال. شوفوا كيفاش كتجي دايره 1000 درهم. كنذكر دائما مجوهرات رؤى قصرية الزموري، الارسال في جميع مدن المغرب، وكيسدوا فقط غيوم الجمعه. شوفوا معايا البنات ثاني هذا الموديل دائما في لي غورميت، شوفوا شحال كيحمق، كنحاول نقرب لكم ونبعد في نفس الوقت باش كيبان لكم لا طاي غيال ديال لا بيس. هذه البنات الثمن ديالها 2400 درهم، 2400 درهم مره اخرى، ذهب 18 كاره اللي كاين عند جميع الذهبيه. غير تبارك الله خويا زهير كيحاول يدير لكم اثمنه جد مناسبه، دي بتيت غوميز خاصة لمتابعي القناة. كاين تاني هاد الموديل تقريبا بحالو بالحجيرة في الصفيفر، هذا الثمن ديالو 2500 درهم. شوفوا شحال كيحمق، 2500 درهم. من الموديلات اللي ممكن تلبسيها كل نهار، أنيقة جدا جدا جدا. شوفوا البنات كيفاش كتجي مع الخويتمات، كتجي كتهبل. كاين البنات تاني هاد الموديل هذا، شوفوا معايا شوفوا كيفاش كيجي داير، يعني كاين الحاجه اللي فيها الثمن، كاين الحاجه اللي ما فيهاش لو بري. المهم انا غنحاول نوريكم هكا وهكا. كاين البنات هاد لو موديل هذا ديال 3 دي بحال دابا داير 2300 درهم، يعني 46000 ريال. شوفوا معايا ديروا لي كابتور ديكرون 46000 ريال. كاين هاد الموديل هذا ديال ديال الخميسه ستيل مشاربي، ها نتوما بحال دابا ما فيهش لو بري، المهم غادي نوريه لكم شوف كيفاش كيجي داير، ولكن نتوما راه وليتو عارفين واخدين يعني فكره على الاثمنه. نقول لكم بحال دابا هذا داير 1700 درهم، 1700 درهم، لان شويه صعيب صراحه انك تعبر كل شيء وكل شيء دير ليه لو بري، راه ماشي ساهل. شفتوا 1700 درهم. كاين ثاني هذا لو موديل هذا، شوفوا اللي كتبغي شي حاجه ثاني، هذا 2750 درهم، 2750 درهم اللي كتبغي خريشيشات ويجوا كبارين ويجوا باينين. شوف كيفاش كيجي داير، هانتوما راه فيه بزاف الموديلات، هذا راه فيه بزاف التشكيلات. شوف كاين هذا لو موديل هذا، هذا ديال جاكوار شحال داير اخويا؟ 4400. غيوريه ليكم. كاين هذا تا هو، هو غيكون الثمن ديالو طالع شويه لانه شوفوا كيفاش كيجي داير الموديل. هانتوما راه كاين هاد الخريشيشات اللي كتبغي شي حاجه ثقيله وباينه، راه كاينه البنات متوفره 3900 درهم. والله الا كيبقى على العموم ثمن مناسب، علاش البنات شوفوا الحجم ديالها قداش، 3900 درهم. هانتوما شفتوا، يعني هو قال لي 4000 وشي حاجه ملي عبرها لقاها قل، هانتوما 3000 يا قلنا 900، 3900 درهم. شوفوا كيفاش كتجي من هنا، شوفوا كيفاش كتجي من هنايا، الراس ديال الجاكوار شاد في ديك الخريصه، شوفوا العوينات فوالا، وشوفوا اللي بغاتها مع السنيسله ديالها، 3900 بالنسبه لا غورميت و 4300 بالنسبه لهاد السنيسله ديالها اللي كتجي بحال ستيل سوطوا، راه كتجي طويله. شفتوا راه كتجي طويله البنات، رائعه رائعه رائعه. مستمرين باقيين مستمرين في لي غورميت. شوفوا معايا البنات هاد لي موديل، انا مريت لكم مع هاد الخاتم، جا طقم رائع ديال كل نهار. بالنسبه لا غورميت 1900 درهم، بالنسبه للخاتم عارف شحال اخويا زهير؟ نقول اختي ذا فوالا، انا غنوريه لكم شحال، غير بغات تاخذ هكا يعني بحال هكا طقم تعرف الثمن. المهم هذا 1900 درهم،
الشكل ديالها انيق، انا عجبني بزاف. ممكن ديرو حتى مع دوك لي مارغريت، علاش لا؟ 1600. شفتوا الخاتم 1600 درهم، شوفوا الديزاين ديالو 1600 درهم، ولا غورميت 1900. فوالا غادي نحاول نزرب باش نوريكم اكبر عدد من الموديلات. بحال دابا هذا الثمن ديالو، هاد لا غورميت هادي 2300 درهم، وموديلات ما دايرينش. شوفوا معايا كي دايره 2300 درهم، هانتوما 46000 ريال 2300 درهم. ديروا لي كابتور ديكرون البنات، ديروا لي كابتور ديكرون موديل انيق، وجات مع هاد الخويت منيت 2300 درهم. كاين البنات واحد الموديل اخر غزال، هذا الثمن ديالو 2650 درهم، 2650 درهم. كيجي بحال دومي براسلي، يعني نص براسلي مع نص سلسله، 2650 درهم. شوف الديزاين، ها نتوما من بعد شوفوا من القرب. شفتوا كاين ثاني هذا لو موديل ديال الرادكو خطير، 2650 حتى هو. شوفوا كيفاش كيجي داير، شفتوا بحال دومي براسلي، شوفوا شحال انيق. شوفوا ملي غنقرب التفاصيل ديالو، شفتوا 2650 درهم بالخميسه دائما كيف ما كيبان لكم. فوالا كاين هذا الموديل، هذا الكود كور ديالي 2550 درهم، كيجي كله كيف ما كيبان لكم هكا، دي بول ديال الذهب كله 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 كله. هانتوما البنات شوفوا 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 2550 درهم. انا غندير لكم بحال هكا باش يبان لكم. فوالا كاين ثاني واحد لو موديل، صراحه الموديلات الروعه. شوفوا معايا هذا 1600 درهم، 1600 درهم، شوفوا 1600 درهم. كاين ثاني هذا لو موديل، هذا 1850، شوفوا شحال زوين 1850 درهم. ها نتوما شوفوا بحال داك الستيل ديال البغاسلي ديال بيراميد، ها نتوما هو غورميت 1850 درهم. فوالا كاين ثاني هذا 5900، هذا من الموديلات الثقيله. ها نتوما كيجي خريشيشات، كل كبه ديال لي بول بوحده، جوج ها نتوما، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، في خمسه ديال الكبات كيف ما كيبان لكم ديال الخريشيشات، ديال دوك لي بول عفوا، وكيجيو على ستيل خريشيشات. ها نتوما في اللبسه كيفاش كيجي داير، نقرب لكم شفتوا شوفوا شحال رائع، موديلات انيقه جدا. هانتوما من بعد كيفاش كيبان، والثمن ديالو مره اخرى كيبقى ب 5900 درهم. كاين ايضا هاد لو موديل، هذا الثمن ديالو شحال، هذا 1000 لا 2100 2100 درهم، يعني 42000 ريال. شوفوا كيفاش كيجي داير 42000 ريال، كيجيو فيه هاد لي بول ديال الذهب بالصفر والبيض، وهاد لو بوندونتيف هكا كيجي كيحمق بحال ستيل 3 دي وما فيهش الحجر، 2100 درهم. شفتوا شحال زوين. فوالا كاين ايضا هاد لو موديل، هذا داير الثمن ديالو معرفتش هذا واش 1500 ولا 1600، هانتو كاينين جوج 1500 جو بونس 1600 لا 1500 ها هو 1600، 1500 درهم. شوفوا معايا البنات 1500 درهم، شفتوا فوالا، وها هو ديال 1600 هو هذا اللي فيه الحجرات بالزرق، 1600 درهم. شفتوا شي حاجه زوينه 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 زوينه. ها نتوما كاين حتى هذا لو موديل، شحال داير هذا خويا زهير؟ هذا كيدير 2400، 2400 درهم، يعني 48000 ريال. شوفوا راه كيجي دوبل شان، يعني كتجي هنايا السنسله مضوبله من هاد الجهه ومن هاد الجهه، 2400 درهم. شفتوا فوالا، وكاين هذا داير 2000 درهم، ها هو البنات هذا 2000 درهم. شوفوا موديلات انيقه جدا جدا جدا. باقينا البنات في لي غورميت، شوفوا ثاني شي حاجه ثاني كبيره وعاطيه للعين. كاين هذا الموديل، هذا ديال الفيلول، واحد السيده قالت لي انا كنقولوا الفيليل، انت كتقولي الفيلول. حنا عندنا الفيليل، انا بالنسبه ليا ملي كنا صغار الفيليل هي اللي كتقبطي به شعرك، والفيلول ديال الحوايج، كتقول لك الفيلول ديال الحوايج. شفتوا معنا هو الذهب، حنا كندلعوه ياك فيلول. انا بالنسبه لي هذا فيلول، ها هو مع هذا الستيل رادكو من هنايا. شوفوا كيفاش كيجي داير حتى مع الخويتم ديال الجاكوار، رائع لانهم لو ميم ستيل ديال رادكو من هنايا. هذا قلنا 5200 ياك، 5200 درهم بالنسبه للثمن ديالو. شوفوا كيفاش كيجي داير ستيل روعه. فوالا كاين دائما في الجديد، كاين هذا لو موديل، هذا
بلاتي نوريكم هذا الموديل. هذا الثمن ديالو 1550 درهم، هي اللي كتلاحظوا كاع الميزانيات 1550 درهم. شوفوا الديزاين ديالو 1550 درهم. كاين هذا 1800 درهم، شوفوا هذا 1800 درهم، كيبان لكم فيه حجيرات بحال غوج الصون، يعني بوغدو اولا احمر مغلوق، شفتوا 1800 درهم. فوالا كاين حتى هذا 3 دي، هانتوما ماشي كلشي غنقول لكم الثمن ديال البنات لان ما نقدروش نعبروا كلشي، ممكن هذا الموديل هذا شفتوا. نجي لكم لهاد الجهه الاخرى نوريكم هذا ديال كريستيان ديور، الثمن ديالو 3400 درهم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي داير 3400 درهم كريستيان ديور، شتو فوالا. كاين هذا ديال الفان كليف داير 3000 حتى هو و500، شوفوا 3500. شوفوا الديزاين دائما دومي بغاسلي، كيجي نص بغاسلي ونص غورميت. فوالا كاين ثاني هذا لو موديل، هذا ما فيهش لو بري، ما فيهش الثمن، مي غنوريه لكم هما باش تكونوا عارفين، ديال جاكوا. عرفتي هذا قول لي الثمن ديالو خويا زهير، انا الجاكوار ما كنلعبش معاه هكا خويا قول لي الثمن ديالو. نوريكم هذا، هذا الثمن ديالو 4200. هادو خريشيشات شوفوا كيفاش كيجيو دايرين، انا غنبعد شفتوا كيفاش كيجي داير الشكل ديالهم. قلنا الثمن ديالهم 4200 درهم، كيجيو فيهم لي بوندونتيف بحال هكا 4200 درهم، 3800. شفتوا كيفاش كيجي داير، شوفوا الرويس ديال الجاكوار ها نتوما 3800 درهم، موديل انيق ومتقون 3800. كاين عندنا ثاني واحد الموديل داير 2200 درهم، 44000 ريال. شوفوا كيفاش كيجي داير، راه كاين بزاف، كاين بزاف ديال الشكيلات. كاين هذا الموديل 2400، ها نتوما 3 دي شتي كوم سا تاخذوا فكره تاع على حساب هذا، غيكونوا قرابين في الثمن. شتي هذا واخا ما معبورش 1900 هذا كبر منه داير قالت لي هنا 2400، هذا 2400 درهم ياك فيها ثلاثة ديال لي بوندونتيف، هذا 2400 درهم. شوف كيفاش كيجي داير. كاين واحد الموديل ديال التاج غزال داير 1800 درهم، ها هو 2300، هاي 2300، هاي 3 درهم كنت دوزها في الاول شفتوا، فيها ثلاثة 2300 راه كلشي على العبار شفتوا. فوالا وهذا قلنا الثمن ديالو 1800 درهم، هذا التاج هذا كيجي انيق 2800 درهم. باقي مستمرين البنات، غندير لكم واحد الفاصل بالحلقات، انا السيدات في الفيديو السابق بزاف ديال السيدات قالوا لي عفاك اختي منى ورينا الحلقات، غنوريكم واحد لابتيت سيليكسيون وجدا لكم خويا زهير، بدا لكم بالموديل الذي لا يموت واللي هو الموديل ديال لي بول. شفتوا هاد الكويرات ديال الذهب، هادو الثمن ديالهم 1400 درهم. كنحاول نزومي ونقرب لكم باش الموديل هاكا يكون باين لكم. هذا اللي زوين في هذا الموديل انهم شوفوا كيف ما كيبان لكم هانتوما، يعني فليكسيبل. كاين هذا الموديل هذا، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير شفتوا. كاين هذا الموديل ديال لي بول دائما، هذا الثمن ديالو 2050 درهم اللي هي 41000 ريال. هذا كيجي دوبل، كيجي بحال هكا مدوبل. الحاجه اللي فيها الثمن راه غنقول لكم الثمن ديالي، ما فيهاش الثمن غير غتعرفوا شنو كاين، تعرفوا اللون الموديلات اللي متوفرين حتى دابا ما فيهش لو بري. هذه تقريبا شحال غيكون؟ بحال بحال 1000 حتى هو 1400 1400 فوالا، يعني هذه هادو 1400 1400، هذا 2050. دائما الموديل ديال لي بول هذا 2650 درهم شفتوا. هذا ممكن يجيكم زوين مع ديك الخريشيشات اللي وريتكم قبيله اللي كتجي هكا فيها هكا هاد الكميمي بحال بحال كميميسات هكا ديال لي بول 2650 درهم. وكاين الموديل ديال فان كليف 1900 درهم شفتوا. ها نتوما كاين ثاني هاد لي موديل هادو بحال دابا هذا 2100 درهم بحال المشيطه كيجي فيه سنينات 2100 درهم. كاين هذا الموديل بحال ديال البليغه 1900 درهم. كاين الموديل ديال الكلو 2050 درهم. كاين الموديل 3 دي 1350 درهم. وكاين هذا الموديل الرائع جدا اللي كيجي هكا كولوري غزال حتى الديزاين ديالو انيق 2550 درهم. دائما بقاو مستمرين في الحلقات نوريكم بعدا هادو، شوفوا معايا هادو كيجيو بحال شكل ديك خيول، شوفوا زوينين حتى هما. كنذكر دائما الذهب 18 كاره، هادو الثمن ديالهم 1950 درهم 1950 درهم. انا كنحاول نزومي تبارك الله قويس حين وغلاض. كاين واحد الموديل دائما ديال لي كريول، شوفوا الديزاين ديالو كيفاش كيجي داير باش نزومي ليكم
باش يبان لكم هكا. شفتوا بحال فيه الدق من هاد الجهه وجهه سامبل، شفتوا شي بان لكم ولا لا؟ الثمن ديالو 1950 درهم، 1950 درهم. كاين واحد لو موديل هضر كنا بينا البغاسلي ديالو في الفيديو السابق، ياك باقي البغاسلي ديالو هذا؟ يكون باقي وقيلا. شوفوا معايا دابا الحلقات فن، شوفوا كيفاش كيجي داير، نتمنى يكون باين لكم فوالا. والثمن ديالهم 3100 درهم، هادو 3100 درهم. كاين هادو 1950، 1950 درهم، كيجيو بحال الموديل ديال الفخاد، شفتوا داك الموديل ديال الفخاد تقريبا كيشبهوا ليه فوالا. وعاد نستمر معكم هنايا في هاد الحلقات دائما، شوفوا معايا ديال الفروج والفوق فان كليف، الثمن 2400 درهم، 2400. كاين هذا ديال جلوي 2200 درهم، كاين هذا ديال البزيم اولا بحال سنيسله، وكاين هذا الشكل هذا 2800، يمكن هادو بجوج 2800 ياك، هذا ما فيهش الثمن. لا لا ماشي 2800، هما غيعبروا ونقول لكم هما هادو 2800 درهم. وعاد كاين هذا ديال بحال ورقه الشجر، باش ندير لكم بحال هكا حيت تبارك الله كيبري كيلمع، فوالا هذا 1850 وهذا 1900. غنقرب لكم ليه باش يبان لكم، هانتوما 1900 وهذا 1850 فوالا. وعاد غنجي لكم هنايا لهاد لي موديل دائما ديال الكريول، هذا هادو 2400، هادو 2400 درهم. هانتوما اللي كيبغوا هاد الحلقات هكا كيجيو مدورين وكبار، كاين الصغارين ديالهم دايرين 1100 درهم هانتوما، وقاسحين باش غنقيسهم قاسحين 1100 درهم. كاين هاد لو موديل داير 1150 درهم 3 دي، 1150 درهم. كاين هادو دائما 3 دي داير غير 950، 950. وكاين هادو دايرين 1300 درهم، 1300. لاحظتوا هادو كيتشابهوا غير على حساب العبار، يعني هادو اللي ب 1300 كيجيو تقل من ديال 1150 درهم. ودابا البنات غادي نبدا لكم بلي بغاسلي، وغنبدا لكم بلي بغاسلي ا بيتي بري، هادو اللي كانوا عجبو بزاف ديال السيدات الموديل ديال الكلو، وكاين دي موديل حتى اخرين ان شاء الله غادي يجيو، قلت لك غيكونوا مورا العيد شكيلات ديال الكلو، ديال الكلو غيكونوا ان شاء الله فوالا. دابا دابا بقات فيهم كوموند وغادي داير معهم السبت حيت غيجي معنا فوالا، غتجيبهم لهم هادو راه 40000 ريال، يعني واخا الثمن ديال الذهب دابا مام غير مستقر، المهم غادي غير في العلو، غادي كيتزاد. خويا زهير داير لكم الثمنه الزوينه بزاف، 2000 درهم 40000 ريال، غنوريكم باش تشوفوا الحجم ديالو كيفاش كيجي في الايد، 2000 درهم 40000 ريال فوالا. وكاين اللي بغات كبر منه، هانتوما باش ندير لكم هكا باش تشوفوا الفرق، باش تشوفوا الفرق شوفوا، شفتوا هذا 2000 وهذا خويا زهير ديال هاد اللي في هاد اليد هذاك 5500، 5500. شوفوا البنات هذا غليظ كيف ما كيبان لكم، 5500 درهم، ما فيه لا حجر لا والو، كاين بحالو خوه فيه الحجر، انا غنوريه لكم. هذا 40000 ريال هانتوما، يعني كيف ما بغات السيده، بغيتي موديل خفيف وابيتي بري كيف ما كنقولوا، ما بين هذاك وهذا. وكاين هذا 5000 قلنا وشحال، هذا 5500 وكاين هذا 3400 بيناتهم هانتوما، شفتوا يعني كاع الميزانيات هانتوما البنات بيناتهم 3400 درهم، 2000، 3400، 5900 ياك الثمن الاخر، 5500 هذا الاخر، هذاك 5500 عفوا، وهذا 5000 فوالا هانتوما 5500، 3400، 2000 وهذا 5000 درهم اللي وريتكم. هذا كيجي بالحجيرات هانتوما، شوفوا البنات شفتوا كيجي بالحجيرات، هذا كيجي بلا حجيرات، كنتمنى يكون واضح. هذا خويا زهير شحال داير؟ 4000، 4000 قد 4000 درهم، شوفوا شحال واعر، شوفوا دابا انا دايره 5500 و 4000 درهم في يدي هانتوما، وهذا 2000 درهم. قلت لكم على حسب لي بيدجي ديال كل سيده. نكمل معاكم، كاين قلنا 5000 درهم، 3400 درهم، هادو 3400، 5000 درهم. نجي لكم لهذا، هذا من الجديد، هذا من الجديد، شوفوا شحال واعر، شوفوا هذا الثمن ديالو 6200، وقال لي خويا زهير كاين لونسومبل ديالو، انا غنوريه لكم شوفوا كيفاش كيجي داير، شوفوا البنات شوفوا
كيجي بحال فيه الزيكزاك، جهه طالعه جهه هابطه جهه طالعه جهه هابطه، وفي هاد الحجيرات هادو في الغوز فوشيا. شوف 6200 درهم ديروا بنات لي كابتور ديكرون. كاين هاد الموديل هذا اللي كنا وريناكم، عاود رجع لي كيتحل من هنايا، شفتوا بقاو فيه شي جوج شكيلات، جوج لي بقاو فوالا. هذا الثمن ديالو 11600، 11600 شفتوا، ما فيهش الحجر من غير هاد لابارتي هادي، انا غنوريها لكم. شوف هاد لابارتي هادي فقط شفتوا، وهنا كيجي كارتي. شوف ديزاين رائع ديال المناسبات، 11600. كاين هاد الموديل ديال فان كليف معشوق سيدات 7500 درهم، 7500 درهم انيق جدا، ممكن ديروا مع هاد لونسومبل هذا. كاين اللي كدير ثلاثه بحال هكا في يديها، كديري سرتله مشكله، 7500 درهم. ايضا كاين هاد لو موديل هذا ديال الدق، هذا بلدي، هذا الثمن ديالو 5000 ياك، 5000 هادي 5000 درهم. شوفوا كيفاش كيجي داير موديل ديال الدق، شوفوا من اللور، حتى من اللور كيجي مدقوق، 5000 درهم اولا 100000 ريال فوالا. كاينه البنات هاد لو موديل ديال ديوغ 5150 درهم، 5150 درهم، موديل حتى هو انيق جدا شفتوا فوالا. كاين هاد لو موديل الثمن ديالو 3000 درهم، هذا كنا بينا واحد لاغورميت كتشبه ليه، شوف 3000 درهم 60000 ريال، تبارك الله كيجي كبيبر وثمنه مناسب، 3000 درهم. شوف كيفاش، شوفوا قداش، هانتوما شوفوا قداش فوالا. كاين ثاني هاد لو موديل 3300 درهم ديال كارتيي، 3300 درهم. كاين هذا حتى هو 3300، شفتوا بحال بحال بحال. كاين هذا 6000 درهم، شفتوا هذا 6000 درهم ديال الكلو، تبارك الله كيجي كبير فوالا، وكيجي فيه الحجيرات، شفتوا قداش الثمن ديالو، 6000 درهم 120000 ريال. كاين خطير واعر، هذا شحال الثمن ديالو؟ ما فيهش لو بري، هذا واعر. راه غيعبروا خويا زهير ويقول لكم الثمن. هذا ديال الفروج، هذا هو لا طوندونس، خاصنا الخاتم ديالو. كاين الخاتم ديالو كيفاش كيخرج؟ ها وري لينا خويا زهير، شوف كيفاش كيجي داير. ولكن هذا دابا 18 كاره، هذاك 21 كاره، هذاك ما شاء الله، هذا 21 كاره ماشي الخميسه، هذاك الفروج، الفروج هو اللي 21 كاره، اولا اللويزه شفتوا. وممكن تمشي معاه مثلا هذا الخاتم هذا، انا غنوريه لكم، بقاو معايا. شوفوا شوفوا البنات، شفتوا شوفوا كيفاش كيجي داير. غير الفرق هاد اللويزه اللي هنايا 18، وهاد اللويزه اللي كاينه في هاد البغاصلي 21، شفتوا كيفاش كيجي داير. ولو بري خويا زهير هذا تقريبا فوالا، نعبروه ونقول لكم شحال الثمن. نكمل معاكم، كاين ثاني هاد لو موديل 3900 درهم، 3900 درهم. كاين هاد الموديل 5800، 5800 درهم. كاين هاد لو موديل هذا، بحق ماشي كلشي غنقدروا نقولوا الثمن، هذا كيجي فليكسيبل، شوفوا الديزاين ديالو شفتوا، هذا واعر حتى هو، كيدير 7000 شحال؟ 7000، 7000 والله العظيم البنات الا الثمن جد مناسب، شوفوا كيفاش كيجي داير، 7000 درهم. واللويزه كنعاود نذكر 21 كاره، واعر شفتوا. وبالنسبه للخاتم ديالو الا بغات تاخذ تقريبا، هذا كيشبه لي شحال داير تقريبا خاتم؟ فوالا نعبروا باش تعرفوا، راه المهمه ماشي سهله تقريبا، راه كيبقى خويا زهير نص نهار باش يعبر هذا الشيء ويدير ليه لو بري. شوفوا معايا هذا الموديل، من الموديلات الانيقه جدا، ستيل مشاربي، هذا 3300 فوالا، هذا 3300 البنات، الخاتم اللي بغاتو 3300 درهم شفتوا. وبالنسبه لهذا الدبليج هذا اولا هذا البغاصلي ديال المشاربي هذا 4300 درهم، 4300 درهم. ونكمل معكم في لي بغاصلي شي حاجه زوينه يا البنات كتسناكم، شوفوا معايا هذا الموديل، انا متاكده هذا الموديل غيكونوا عشقوه السيدات، حمقهم لان صراحه كيسطي. هذا الثمن ديالو 13000 درهم و800 ياك، انا عرفته غيكون مشى حيت ستيل مونتر. واللي عجبني شوفوا شوفوا البنات لي بول، ندير لكم بحال هكا، شوفوا البنات كله كيجي هكا دي بول ديال الذهب، شوفوا الزواقه ديالو، ديزاين شي حاجه خطيره البنات. ومن هنا كيجي بحال عندك 4 ديال البراسليات ما شاء الله. هذا قلنا الثمن ديالو 13000 درهم و800. كاين هذا الموديل البنات كيجي بحال العظم، ها نتوما شوفوا، ندير لكم هكا باش الموديلات يبانوا لكم اوضح، ها نتوما شفتوا كيفاش كيجي داير. نتمنى يكون الموديل باين لكم، سمحوا لي على حساب الضو. هذا الثمن ديالو 5000 درهم،
100000 ريال، 5000 درهم كيجي بحال هذا الشكل. هذا بالنسبه للسيدات اللي ما كيبغيوش الحجر. دابا هذا من الموديلات اللي كنوريكم انا، هذا ما فيهمش الحجر. فوالا، نبقى لكم دائما ها نتوما هذا 6100 درهم دائما في لي بغاسلي، 6100 درهم. راه وريتكم الحلقات ديالو 6100 درهم. كاين هذا الموديل هذا 4400 درهم، شفتوا معايا 4400 درهم ستيل رادكو، شفتوا كيفاش كيجي. فوالا، كاين هذا اللي لاحظتوا حتى هو، راه وريتكم الحلقات ديالو فاش لا بارتي ديال الحلقات، وريتكم الحلقات اللي ممكن يمشي معاه. كيجي دوبل بغاسلي، واحد محجر وواحد سامبل، ثمن 6800 درهم. كي قلت لكم بحال عندكم جوج ديال البراسليات، 6800 درهم. كاين هذا الموديل هذا ديال كارتي دائما شكل اخر، 3700 بازيك سامبل، 3700 درهم. من الموديلات كود كور، حمقني هذا الموديل هذا، شوفوا كيفاش كيجي داير، شوفوا شحال انيق، وثمن ديالو 4150 درهم، 4150 درهم. ايضا كاين هذا الموديل هذا، الثمن ديالو 12000 درهم و500، حتى هما من الموديلات اللي كيف ما كيبان لكم كيتحلوا وكيتسدوا من الفوق من هنايا، وهنا بحال عندك جوج ديال البراسليات. تبارك الله، هاز الذهب، شوفوا 12000 درهم و500، نتمنى يكون باين لكم الموديل. كاين ثاني من لي موديل الزوين، هذا الموديل الملون، شوفوا كيفاش كيجي داير، حتى وريتكم الحلقات ديالو. هذا الثمن ديالو 5400 درهم، 5400. كنتمنى الموديل يكون واضح لكم. كاين هذا الموديل هذا بحال ستيل سيربو، 4900 درهم، شوفوا كيفاش كيجي داير البنات، 4900، ها نتوما 4900 درهم. كاين هذا الموديل هذا تا هو ستيل مشربي، من الموديلات الانيقه جدا، 5900 درهم. انا غنقرب لكم الموديل باش يبان لكم اوضح، 5900 درهم. ديروا لي كابتور ديكرون الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب، واللي بغاو يجيو للمحل مرحبا بهم. المحل ديال المجوهرات رؤى كيسدو فقط غير يوم الجمعه. وكاين ثاني هذا الموديل حتى هو دوبل بغاسلي، كيجي بحال جوج، ثمن 6700 درهم، 6700 درهم. وعاد كاين هذا الموديل هذا ديال الجاكوار، ثمن ديالو 6000 درهم، 6000 درهم، 120 درهم. قبل ما ندوز لكم السنيسلات، شي حاجه زوينه، غادي نوريكم شي حاجه قليله في الخويتمات، لان كنا وريناهم في الفيديو السابق باش ما يكونش تكرار، نوريكم غير واحد الجديد. شوفوا معايا، هذا راه كيبانوا لكم، كيجيو ثلاثه ديال الخويتمات وجامعهم واحد الفيلول، كيجيو كلهم محجرين كيف ما كيبان لكم، موديل انيق جدا، ثمن 4000 درهم. ولكن راه ثلاثه الخويتمات عاد هذا لو بوندونتيف الكبير 4000 درهم، 80000 ريال. كل واحد الامتياز في هذاك الفيلات هو كيتحيد بصح. دابا نقدر نحيدو نديرو شوكه مثلا، والخويتمات بوحدهم نلبس كل مره واحد، والله الا غزالين. تقدري تلبسي مثلا واحد في كل صبع، والشوكه تستغلها بوحدها، رائع. شوفوا 4000 درهم. كاين هذا الثمن ديالو، هذا كيبقى ب 3500 درهم. كاين هذا الثمن ديالو حتى هو 4000 درهم، بحال اللي لابسه انا، حتى هذا كيتفصل، حتى هذا ممكن يتفصل. شوفوا هذا كيجي كولوري، هذا لون واحد، هذا كيجي كولوري، كيجي سامبل سامبل، الوسطاني كيجي في الخضر، والفيلول كيجي الراس ديالو في النواغ، 4000 درهم. كاين بزاف ديال الموديلات صراحه، لا بالنسبه للحضور لا بالنسبه، غير ما نقدروش البنات نبينوا لكم كل شيء، غير باش تاخذوا فكره. هادو الموديلات اللي ما فيهمش الحجر، كنجاو طلبات السيدات قالت بغيت موديل يكون بحال هكا ديزاين انيق، ولكن يكون ما فيهش الحجر. ها نتوما البنات، والاثمنه ياك اخويا زهير كتراوح ما بين 2500 3000 حتى 4000 درهم ياك في الخواتم. ولكن هادو تبارك الله، هذا زين شحال تقريبا؟ 3000، هذا شي 1900، فوالا هذا شي 1850 درهم. هذا ديال فوالا شي اللي قلت لهم، قلت لهم تقريبا من 2500 وانتم طالعين. كاين خويتماتها ها انتم مع قلتي ديجا بيناهم، فوالا انا نوريهم غير الناس غير يشوفوهم كيفاش دايرين، راه كاين بزاف د الشكل، غير ما كنبغيش يكون تكرار، حيت الفيديو السابقه بيناهم وقيسناهم، ما كنبغيش لا فيديو هذاك الشيء اللي بينا ديك المره نعاودو نبينو، ديما كنبغي نركز لكم غير على الجديد. المره كاين خويتمات البنات، فوالا بين ما حطهم لي، فوالا ها هما، شوفوا هادو كيفاش دايرين، ستيل مارغريت البنات. شوفوا هادو كيفاش كتجي دايره، كتجي كله مضفور، غير باش تشوفوا الشكيلات اللي متوفرين. شوفوا هذا ها نتوما، والاثمنه راه كتبقى جد مناسبه، بحال دابا هادو ياك من 1500، هادو يمكن 1500 الفوق. فوالا شوفوا هذا البغاسلي اللي قلت لكم كولوري، ها الخاتم ديالو، وبينت لكم قبل الحلقات ديالو. شوفوا هذا اللي كنت قيست لكم في الفيديو السابق، هذا هو كنت قيسته لكم، هذا تا هو. وشوفوا معايا هاد الموديلات، هادو
ديال لي غورمات ياك اخويا زهير، موديلات جدادين اللي قيسنا. شفتوا هذا الموديل اللي قيست قبيله يمشي مع هذا الخاتم رائع، شو ديال زيكزاك. شوفوا هذا، شوفوا هذا، راه كلشي 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 البنات موديلات جداد. اثمنه كتبقى جد مناسبه من 1500 درهم وانتم طالعين. وهنايا غادي نختم لكم بالسنيسلات شي حاجه زوينه، غنبدا لكم بواحد الموديل عجبني بزاف. شوفوا معايا ديال فروج، الثمن ديالو 1800 درهم، كيجي فيه الحجيرات بحال هكا. شوفوا من اللورا البنات كيفاش كيجي داير فوالا، ومن القدام كيجي بحال هكا غزال. هذا 1800 درهم. كاين هذا الموديل البنات 1450 درهم. شوفوا الديزاين ديالو بيان سور بسنيسلا، سنيسلا افيك بوندونتيف فوالا. شفتوا 1450 درهم. كاين البنات هذا الموديل، هذا هذاك اخويا زهير، هذا كيجي بال بلا غورميت ب 2000 ما شاء الله عليك. شوفوا يعني هذا لا غورميت ديال ميكي ماوس مع سنيسلا ديال ميكي ماوس، كيبقى ب 40000 ريال، كتاخدي اونصومبل 2000 درهم. شفتوا كاين ثاني هذا لو موديل اللي كنا ورينا اللوينات ديالو في الفيديو السابق، يمكن بقى فيه غير لا كولور، ما باقين فيه اللوينات الاخرين. هذوك بقاو شي ثلاثه، هانتوما 1400 درهم ماشي 1600، لا 1400. يلا بقاو غير ثلاثه، هانتوما غيبقاو لكم نورمالمون. هانتوما شوفوا الثمن ديالهم 1600، بقات الزرقاء وبقات هاد الخضيضره وبقات هاد الماغون، هادي غيبقاو لكم ب 1400 في العوض ديال 1600 درهم. بحال حيدتي لهم 200 درهم تبارك الله عليك، حيت ما يبقاش يتعود هذاك فوالا. المهم اللي كانت شهوته في هذا لو موديل جي تاخذو، حيت بقاو فيه غير ثلاثه ودار لكم فيه البرومو 1400 في العوض ديال 1600 درهم. دائما البنات مستمرين في السنيسلات. شوفوا معايا كاين ميم سنيسلات ديال ميل ديغام ديال 1000 درهم. شوفوا معايا كيفاش كيجي دايرين فيهم، خمسه ديال النجيمات. دائما كنذكر ذهب 18 كاره، ديروا لي كابتور ديكرون وسارعوا، راه كاين بعض الموديلات اللي ما كيتعاودوش. دائما في السنيسلات كاين هذا الموديل، هذا ديال فانكليف حمقني ما فيه حتى حجره. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير بهاد الخريشيشات من هنا. هذا الثمن ديالو 2550 درهم. وكاين هذا لو ستيل هذا 1650 درهم، كنتمنى يكون واضح لكم فوالا. كاين هذا لو موديل هذا من الموديلات الجديده، تقيقل 4300 درهم، مكتوبه فيه لوف، الا عقلتوا راه كانوا دازوا لي بغاسلي ديالهم. شوفوا 4300 درهم. وهذا الموديل ديال الجاكوار اللي وريتكم قبيله مع السنيسله ديالو، هذا كيبقى نعاود نذكر بالثمن 4300 درهم. باقيين مستمرين معاكم. كاين الموديلات ديال قلوي باش عجبني، كاين جوج شكيلات. هذا بحال ستيل، بحال ستيل سوطوار، هذا ميني سوطوار، هذا ميني سوطوار. شوف شوفوا كيفاش كيجي داير هذا، ياك 4500، 4500 كيجيو فيه ثلاثه ديال لي بوندونتيف بحال هكا. وكاين اللي بغاتو غير صغيور سنيسله، ها هو 1200 درهم، انا حطيتهم لكم حدا بعضياتهم. شفتوا 1200، 4500 درهم، هذا كيجي ميني سوطوار. ايضا من الموديلات الانيقه جدا هو هذا الموديل ديال الخريشيشات، الثمن ديالو هذا 2900 درهم، واللي عجبني انه كيجي كولوري سنيسله غليظه 2900 درهم. وعاد كاين هذا لو ستيل هذا ديال الشوكر اللي كنصاوبو لكم خويا زهير بالمجدول، كيجي رائع وكيتقام عليكم موان شير. فيه هاد اللويزه هنايا، شوفوا الديزاين كيجي انيق جدا. ها نتوما شوفوا من اللور كيفاش كيجي داير، ها نتوما شوفوا كيجي انيق رائع. هذا الثمن ديالو كيبقى ب 3300 درهم. ها نتوما 3300، 2900، 4500 درهم. عاد كاين واحد لونسومبل، هذا الا عقلتوا راه وريتكم البغاسلي ديالو، ها نتوما البغاسلي ديالو اللي وريتكم، قلت لكم فيه الحجرات في الفوشيا بحال ان روز فوشيا، كاين فيه الخاتم والحلقات، كيبقاو بالثمن ديال 4800 درهم. فين هو هذاك الشيء اللي بغيت نسولك، ياك باقي خاصنا واحد لو بوندونتيف، انا غنوريه لكم. الناس راه ما لقاش لو بوندونتيف، طاح هو شافو ولكن ما وصلش ليه. راه فيه حتى لو بوندونتيف ديالو، كيجي مدور ياك، كيجي مدور، كيجي مدور حتى هو فيه بحال هاد الحجيره. وكيمشي لو بوندونتيف مع الخاتم مع الحلقات ب 4800 درهم. غير الاشاره قبل ما نكمل، خويا زهير اللي مهتمات عنده اللبان الحر فوالا القديم، حتى راه كيتباع العبار، وعلى حساب مثلا كاينه اللبانه اللي كتجي صغيره، كاينه اللي كتجي كبيبره. قلتي شحال ديال شحال ديال الغرام هذا؟ تا هو 350 درهم، 400 درهم، 3 ما بين 350 حتى 400 درهم الغرام. قراو عليها البنات، راه فيه بزاف ديال المنافع. اولهم كيحيي الطاقه السلبيه، زوين بزاف. كانوا الناس ياك الشلوح شحال هذه كيديروا بزاف لي بيجو ديالهم، قلنا ما بين 350 حتى 400 درهم الغرام، ها هو البنات متوفر عند خويا زهير الناس اللي بغاوه.
فوالا نكمل معاكم. كاين بالنسبه للسنسلات الجديد، شوفوا معايا هذا لو ستيل، هذا اللي كيجي كولوري، ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي دايره فنه 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 فنه، بغيتي تخلطات ليا مع هذه. فين التام؟ فين اللي ب 2500؟ فين اللي ب 2800؟ 2500 هذه الملونه، هي هذه الملونه واخا تجرها، ها نتوما هذه 2500 ياك، هذه 2500، كاينه هذه 2950 درهم فوالا. عاده هذه هي اللي ب 2500 درهم، ها هي شفتوها 2500 هذه 2500، لا هذيك الاولى ديال اللوان، هذه 2800، هذه 2800 عفوا، ها نتوما هذه 2800 لي كولوري 2500، واللي ها هي هذه هي اللي ب 2500 درهم ياك، هي الملونه فوالا، وعاد الاخرى هي اللي ب 2950 درهم، هي هذه ها نتوما البنات، هي هذه فوالا. نكمل معكم دائما في السنسلات، شوفوا معايا ثاني هذا لي موديل، كاين الموديل الاول داير 2600 درهم ياك، هو هذا اللي فيه خريشيشات كبار 2600 درهم، شفتوا كيفاش كيجي داير. كاين الموديل الثاني داير 3800 اللي هو هذا، شو وكاين الموديل الثالث اللي هو هذا داير 4850 درهم، وراه ورينا لا غورميت اللي ممكن تمشي معاه 4850 درهم. باقيين مستمرين البنات في سنيسلات، شي حاجه ثانيه زوينه، كاين هذا الموديل الاول اللي كيجي فيه هذا الموتيف ديال شانيل، هذاك داير 2100 درهم، شوفوا 2100. كاين هذا الموديل الثاني، هذا هو اللي 3700 ياك، 3700 درهم، شوفوا البوندونتيف ديالو. وعاد كاين هذا الموديل، هذا حمقني فيه خريشيشات وفيهم الداخل ديالهم هانتوما حجيره ملونه، شفتوا كيفاش كيجي داير. يا سلام، شحال الثمن ديالو هذا؟ 2300، يعني 46000 ريال هذا لو موديل. هذا دائما مستمرين في الجديد، شوفوا معايا ثاني هاد لي دو موديل، كاين الموديل الاول ب 3900 درهم، شوفوا كيفاش كيجي داير 3900 درهم، وكاين الموديل الثاني كيجي بحال اميني سوطوار، الثمن ديالو 3000 درهم، 60000 ريال 3000 درهم. وشوفوا معايا ثاني هذا الموديل، هذا براسلي ياك، هذاك غورميطات تبارك الله، براسلي كتجي كارتيي، مزيج ما بين الذهب الابيض والذهب الاصفر، كيجي سامبل مع بحال كنقولوا حنايا بحال فيه الدق ياك، بحال فيه الدق، شوفوا كيفاش كيجي فوالا بحال منقوش، شوفوا البنات البغاسلي كيفاش كيجي داير هانتوما بغاسلي، ماشي غورميط بغاسلي صراحة، ما عرفتش كيفاش نصنفها، واش غورميط ولا براسلي. واعر شحال الثمن هذا ديالها؟ هذه 12000 درهم، شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، أنا غنوريكم 12000 درهم، ها هي البنات 12000 درهم، كنتمنى دابا تكون باينة لكم 12000 درهم، دائما ذهب 18 كارا. كاين هذا لو موديل 5700، 5700 درهم، وكاينه هذه شحال دايره قلتي لي؟ 2400 درهم، 2400 درهم. والموديلات ما قبل الاخيره، لان غنختم لكم بواحد الموديلات بلديين، شي حاجه رائعه جديد كيف ما عودنا خويا زهير. انا بغيت نوريكم هذا الموديل، هذا واش كل واحد ب 2850 ولا كيفاش؟ ها انتم كاين هذه فيها ثلاثه، هذه فيها ثلاثه، هذو ثلاثه ب 2850، عندنا سلسله وحده ياك، اللور سلسله وحده، وكيف يعني كنت نقول حنا فيغموار واحد، وهنا كيجيو هاهما ثلاثه، موديل انيق بالجهد البنات 2850. وعاد كاين هذا ديال الدميعه، ها انتوما شوفوا كيفاش كيجي داير 2500، ماشي طيحت بنتي ما غتبانش 2500، هانتوما حتى حتى اليوم نيت في العنق باش تبان 2500 درهم، شفتوا 2500، وهذا الموديل تريبل شين 2850 درهم. شوفوا معايا البنات ثاني هاد لي موديل، شكيلات ديالهم انيقين، هذا تا هو راه بينا لكم لا غورميت ديالو، هذا الثمن ديالو 12000 درهم و500 ياك، 12000 درهم و500، حيت كيجي تا هو بالرادكو، الرادكو تيتباع العبار شفتو، وعاد هو زيدين ليه هذا الديزاين هذا ديال هذا لو بوندونتي تبارك الله كيجي دقيقن. كاين الموديل الثاني ديال الورده 5000 درهم، وكاين هذا الموديل هذا 5500 درهم، هذا 5500 درهم. هذا من الموديلات الانيقه وثمنها جد مناسب هو هذا الموديل ديال جاكوار، شوفوا كيفاش كيجي داير ياك، الثمن ديالو غير 1900 ياك اخويا زهير، هذا 1900 درهم، شفتوا جاكوار كيجي بحال 3 دي 1900 درهم. كاين الموديل ديال الريالات معشوق السيدات 2600 درهم، وكاين هذا الموديل هذا ديال الخريشيشات وكيجيو كولوري، ها نتوما فيهم حجيرات من الداخل فنيونين، موديل انيق 2300 درهم. هنا البنات بقى واحد الموديل بغيت نوريه لكم ديال 4400 درهم،
هذا الرادكو في الحجره كولوري 4400 درهم. هذا غنحيدو وندير لكم هذا اللي قلت لكم غنختم لكم به. هو واحد لي دو موديل اخرين بلديين اللي كانوا عجبوا بزاف ديال السيدات، جاو رائعين في الفيديو اللي فات، جاو فنيين كيجيو بحال هكا تريبل بوندونتيف. البرمطات غدا ان شاء الله يكونوا ديالهم بحال دوك اللي فيهم الكوير، بحال الشكل الشكيلات اللي بكنا بينا كاملين. غنبينهم درناهم بهذاك مجدول سلسله، حيت كاين السلسله كاين المجدول تبارك الله ابدع خويا زهير. غنحط لكم الفيديو السابق شوفوا راه دار فيه موديلات واعرين. هي دابا السنيسله كتجي كي قلت لكم تريبل بوندونتيف. شوفي على خطا الفيديو راه كنا دوزنا ب 8000 درهم. اها كانت السلسله ديالهم غليظه. حاولنا حتى بنادم الله يحسن العوان، دابا السلسله راني سدنا شو بارشا ولكن رقيقه شويه على الاخرى. درنا لها ب 6500 درهم. فنة شوف 6500 درهم، شوفوا كي داير، شوفوا القطعه كي دايره 6500 درهم وباقي مستمرين. شوفوا عجبني هنايا دارها شوكر. قلت انا نقول لها ما تلقايهاش ملبوس. الابداع ديالو هو خويا زهير. شوف الخيط ما درتش والخيط في الغوج حمقني الخيط في الغوج. انا درتها فيها حيت في هاد الحجره حمراء ما شاء الله عليك. غتغزل يعني اللي بغات تهبطها مثلا حتى لهنا تجيها صوت جهه ستيل سوطواغ راه تجيها. حيت كاين ما كيعجبوش هاد المجدول غليظ شويه. درتي ليه رقيق. قلت لهم هاد الخيط عرفتي كيفاش كيجي مع التكشيطه، ولكن انا عجبني رادكو تجي هكا مقبوطه على العنق كتبان. شوف شوف شوفوا كيفاش كتجي دايره. اللي بغاتها بحال هكا طويله راه ممكن فوالا، واللي بغاتها قصيره كيف ما كندير اخويا زهير كتجي ستيل شوكر راه كتجي. واللون ياك اللون الخيط اللي بغات فوالا. انا صراحه عجبتني في الغوج لان فيها الغابيل ديال الحجرات جات فنه. هذه شحال الثمن ديالها؟ فوالا دي بوندونتيف صغيورين 3200 يعني 64000 ريال شفتوا. وعاده كاين هذا الشكل هذا ثاني من الجديد. شوفوا معايا كتجي بحال بوندونتيف كبير، حجيره خضراء دار فيها هنايا حجيرات خضرين وعاد المجدول حتى هي ممكن تجي على العنق مقبوطه. ها انتم راه كتزير حتى هي اولا مطلوقه كيف ما كندير لها تجي دومي اولا تجي هبطه كيف ما بغات السيده تلبسها. الله بغيتو دابا ولا كيلبسوا الدريات ولا كيديروا بحال بحال هكا كتجي جن. شفتوا كيفاش كتجي واعره صراحه. وبالنسبه لو بري شحال كتبقى حتى هي 3900 درهم. شفتوا 3900 فوالا. هذه شحال دايره نذكر الثمن ديالها، ولكن يمكن ولا غير دوزتها قبيله دوزت شي وحده بحالها فوالا فوالا. ها هو الموديل الثاني اللي بغيت نوريكم. يا سلام يا سلام، هذا لو ميكس ديال هاد ديزاين اللي عجبنا مع الرادكو. شتي كيجا كيحمق وفيه بحال الدميعات من هنا شي حاجه الغولد وداك الشيء. ها هي غليظه ما فيها حتى حجره من هنايا. الرادكو راه محبوب السيدات معروف، والثمن كتجي ب 14000 درهم و500 يعني تبارك الله ما شاء الله كتجي هزه الذهب. 14000 درهم و500 موديل ينسيك في موديل صراحه. والله ما فيها باس نوريكم حتى هادو. كاين هاد ب 3100 درهم هادي ها هي شوفوا ديال الخريشيشات ها هي 3100 درهم ها هي. وكاينه هادي ب 2800 درهم. المهم هما باش ما يبقاش فيهم الحال حتى هما معلقين في العنق. وهكا البنات غنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. خويا زهير ما بينتوش لكم في الاول بينت لكم في الاخر. كنبغي نشكرك اخويا زهير. نهار الشكر ليك انت. الله تبارك الله عليك. الله يكبر بك. ومرحبا بالجميع. تبارك الله عليك. شكرا على الموديلات كما العاده فوالا. الارسال راكم وليتوا عارفين في كازا وفي جميع مدن المغرب وكتخدموا طوال ايام الاسبوع غير الجمعه فقط. يعني قصريه الزموري فين كاين مجوهرات رؤى اون جينيرال كلها ما كتخدمش نهار الجمعه. القصريه كلها كتخدمش نهار الجمعه فوالا. كنبغي نقول لك شكرا. مبروك عواشرك. مرحبا. باش ما تمنيتي ان شاء الله. من الجميع. يا ربي امين. يا ربي امين. ان شاء الله كل شيء يعيد باذن الله. يا ربي الله يفرج على كل شيء. محمد اجمعين. وكل شيء فرح. اللي باغي شي حاجه ديال الخير الله يعطيها لي. يا ربي امين. اللي باغي شي حاجه ديال الخير الله يعطيها لي. واللي يحرم شي مسلم. يا ربي امين. يا ربي امين. شكرا لك بزاف. ومبروك عواشركم المتابعين اللي كيتفرجوا فينا. وان شاء الله دوزوا ايام زوينه باذن الله. علاش لوخا بزاف ديال الظروف ضدنا وكنلقاو واحد الطاقه سلبيه كبيره، ولكن نحاولوا نطلعوا المورال لراسنا ياك. الانسان يحاول يطلع المورال لراسو. اما الا جا يعني يتبع كنقولوا حنايا الجو العام راه ما كيفرحش. ولكن المهم يحاول. يا ربي امين. المهم شكرا لك. الرقم ديال استقبال الطلبات بالنسبه لخويا زهير غادي تلقاوه على الشاشه، لا باج انستغرام حتى غنخليها لكم، والقناه ديالو عندكم ما تابوناوش البنات ياك كيتفاعلوا معاك شويه. المهم تفاعلوا معاه كل مره
كيحط الجديد والهميزات. ان شاء الله وشكرا على المشاركه. لا بافيك بليزير، افيك بليزير. يلا شكرا لكم البنات. دابا دابا فيك واحد الصفه زوينه، يعني كتحاولي كتشجعي. شوف انا اش كنقول، انا اش غينقص مني؟ والو ما ينقص والو. بيني وبينك المنطق هو هذا، انا جيت بارطاجيت القناه ديالك ولا قناه ديال بزاف ديال المحلات، اش غينقص مني انا واش غيطيح مني؟ صافي هادشي اللي كاين. والله يفرج على كل يا ربي. شكرا انت على المجهود ديالك. بكل فرح بكل فرح. تبارك الله عليك وشكرا لكم مره اخرى متابعي القناه على حسن المتابعه. كنتمنى مره اخرى ان لا فيديو تكون عجباتكم. مره اخرى ما تنساوناش من الجيم ومن البارطاج، كتشجعونا فضلا وليس امرا. غادي نقول لكم بالسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.